أنا سعاد محمد أحمد، شغالة في المدرسة نظافة، باخذ 150 جنيه بتفحمل الإيجار، ده غير النور. وعمي وعمي ولدين وعمي بنت عروس، شغالة عندك وعندي غيرك، ما فيش حاجة داخلة علي غير المدرسة دي بس. بيني وبينك أنا تعبت مش قادر أشتغل، بس أعمل إيه؟ غصبت عنا، ما مدش إيدي لحد غير من بره. بمسك على نفسي وأجيب قرش عشي بأولاد آخر الليل. ما فيش يعني حد بيقول لي خدي ولا أي حد بيديني حاجة. اللي ما اشتغلتش ما بكش، ما أعرفش أوكل ولادي. يتعشوا ما يتعشوش، ربنا موجود. أنا جوزي متوفي لي 5 سنين مثلا. كان شغال في البلدية كالناس. ما يوال ابني خلص من ثالثة إعدادي. كان عنده دخله سنوي بس قد رحت أقدم له وطالبين منه 250 جنيه. ما قدرش على فلوس أدفع حالي. رحت قعدت من المدرسة. بدفع الإيجار ربنا بيكرمني من هنا ومن هنا خيتك وبدفع الإيجار. إن ما دفعتوش بقول لسيدي البيت اصبر عليا كام يوم وادفع. يقعد يحمل لي خناقة ويزعق فيها، أقول له معلش اصبر علي. والله أنا بقول يا رب، أنا رامي حمولي على ربنا. بقوم وأصحى أقول يا رب عشاك عليك أنت يا رب. أنا حاسة بقول يا رب أمل، يمكن أمل ربنا يكرمني وارتاح أقعد في بيتي. راح يا حبيبي الضحك كان زمان. لا ما خلاص كده النفس اتكسرت يا ابني. ان شاء الله بكر ربنا يكرمكم ان شاء الله يا ابني. مفيش نفس يا ابني والله. اضحك عليه، اضحك على الهم اللي شايلاه، اضحك على الخيب اللي فيها يا ابني.